انتقلوا لواحد السيجار كيجي زوين بزاف وتهو تهو زعما في المتناول. هذا كناخذوا فيه 500 غرام ديال الكاوكاو، هذا النهار غير بالكاوكاو مزيان اييه، لانه حتى هو بعدا على الاقل الكاوكاو يعني الثمن ديالو يعني معقول، وكنقدروا نديروا به حويجات وحلويات اللي هما زوينين ولدات الصراحه. الشيء اللي كاين كناخذوا 500 غرام ديال الكاوكاو كنحمروه حتى هو، وكنقيوه من كنحمروه كنقيوه من داك القشور ديالو الحمرين وكنطحنوه مع 150 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبة حيت كي اللي غيقول 500 غرام ديال الكاوكاو فيها غير 150 غرام، راه باقي غنخدموا الحلاوة. الحلاوة مزيان، كناخذوا هذا الكاوكاو كنحمروه قلنا وكنقيوه كنحيدوا القشور وكنطحنوه مع 150 غرام ديال السكر كلاصي حتى كيرجع لنا عقدة. اييه شكل لون عقدة الكاوكاو فوالا كيرجع عقدة. من بعد كناخذوا الورقة، اييه الورقة ديال البسطيلة كنقطعوها على شكل مثلثات، يعني راه بين السيجار شحال تقريبا الورقه كتخرجنا من 8 ديال المثلثات. 8 الورقه كبيره كتخرج 8. كناخذوا داك المثلثات كناخذوا اصابع ديال الكاوكاو غير شويه صغار رقيقين وكنديروهم في داك المثلث الجهه اللي عريضه وكنلويو السيجار، راه كلشي كيعرف السيجار، وكنسدوه بالعجينه كنسدوه بشويه ديال الطحين والماء وكنسدوه كنخليوه ينشف، كنخليو داك السيجار حتى كينشف واحد ساعة تقريبا حتى جوج ساعات. من بعد كنقليوه في الزيت. اييه. كنقليوه في الزيت في شي مقلا وكنديرو الزيت شوية لا كونتيتي شوية زايدة باش كيتقلى مزيان وكيدخل، ونقصو البوطة ديما كتكون مهيلة. مني كندخلوه كيتقلى كنحيدوه كنخليوه يبرد. اييه. يبرد حتى كتبرد السيجار في مرة. من بعد كنغطسوه في الشوكولاط أبيض ونمرمروه، مني كنديروه في الشوكولاط أبيض كنهزوه ونديروه في الكوك. ندوه في الكوك. من بعد كنشدو واحد الشوكولاط بيض ولا كحل اللي كان وكنوصلو، كان بيض كنوصلوه بكحل، كان كحل كنوصلوه بالبيض. اييه. ونزيكزاكيوه غير من الفوق، غير واحد الخطيطة رقاق. اييه باش كيعطي واحد المنظر. واحد المنظر، وهذا هو السيجار ديال الكاوكاو. الله يعطيك الصحة. اييه. الكاوكاو كيجي لذيذ بزاف حتى هو. تبارك الله عليك.